توليب خانم لبسنا المحابس، يعني مو مرة قلتيلي الخطبة ما رح تطول ورح نترك؟ قبل ما تطلعي لبسناهن، واحذري شو؟ هي اللي طلبت. استناني هون نص ساعة وبرجع، ما رح طول. شو بدك تعمل هلا يا غبي؟ وبلكي جوري عرفت شي. سخيف أنا. أنت غلطت وعم تغلط كتير داني، اللي صار اليوم بالمشفى هون ما حلو بحقك نهائياً. إيه بعرف عمي معك حق. أنا غلطت لأنه وصلت الأمور بيناتنا لهالدرجة. بس هي كمان غلطت لما شخطت لي سيارتي بالمفتاح اليوم، كيف بدك يعني اسكت عمي؟ عمر بيك، أنا بعتذر كتير. بصراحة ما بعرف شو صار لي بس كنت معصبة كتير. عادي يولا عادي. بالإذن عمي. وأنت كمان عود داني. أنا لسه ما خلصت حكي معك. عمر بيك، أنا ما بدي أخسر شغلي لو سمحت. شو مشكلتك بالأول؟ احكي لي يولا. الضغط مو؟ يعني والله نزل ضغطي شوي، بس رح يعملوا لي فحوصات. يعني هو أنا بالعادة ما بينزل ضغطي بنوب، بس في وضع ما له طبيعي أبدا. يمكن عصبي. عمر بيك، أنا آسفة كتير وندمانة على اللي سويته. يعني ممكن تعطيني فرصة أخيرة؟ أنا ما بدي أخسر شغلي لو سمحت. تفضل ما تخسري شغلك، يبدو في دين بالموضوع ولازم توفي. بس أنا ما معي مصاري دكتور. عندك معاش؟ رح ينخصم منه مبلغ معين بكل شهر، وبس يخلص دين داني بتسكر الموضوع نهائيا. عفوا ما شفت حدا برا، فكرتك فاضي. تعالي توليب، هنن كانوا طالعين اصلا. طيب ماشي يولا، روحي وارتاحي بالبيت وبكره بترجعي على الدوام. منيح لكان، انا رح امشي عمي. يلا بخاطرك. الله معك. توليب صاير زلمه ما شاء الله. شكرا، تفضلي. انت اجيتي مشان نتائج الفحص، في مشاكل؟ كله تمام؟ لا، ما في شي بيخوف. فرحتيني. هالصمت من غير ما نعرف شو بدنا نقول لبعض ابدا مو حلوة بحقنا انا وياك عمر. انا قلت لك كل شي عندي امبارح، يعني بعيد ميلادك. اللي صار هو خيبة أمل بسيطة. أنا كبرته بما فيه الكفاية، والنتيجة شو ما كانت تكون، حتى من مين ما كانت تكون، أنا بحب المفاجآت. بس أنت نسيان، أنا كمان عندي مفاجآت كتير. يعني لازم ضل جاهز لمفاجآتك تولي؟ شو رأيك نتعشى الليلة مع بعض؟ على رواق. بكرة في عندي اجتماعات مهمة كتير، ما رح أقدر أسهر. ماشي. لا تنسى العرض بكرة لو سمحت. أنا بتمنى حضورك. هو بداية صغيرة بس مهمة كتير. عن إذنك.